لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. الأستاذة ريحانة بن شية تستفيق وتهين التلميذ الذي حاول قتلها. والله ما نسامحه، أوقفوا معايا أرجوكم، نسيبكوا تشوفوا الفيديو ونرجع نكمل معاكو. السلام عليكم. كافة الجزائري وكافة الأمة العربية الواقفة معي، أنا بخير الحمد لله وفي تحسن مستمر. دعواتكم لي وقفوا معي، فما أنا إلا عينة صغيرة عنكم ومنكم، ولا أنتمي إلا إلى الجماعة. أرصد صوتي إلى أبعد حد وأعدكم ألا أخيب ظنكم، ولن أتسامح مع أي واحد تسبب في هذه المشكلة التي كادت تودي بحياتي. وأعدكم أنكم واقفون مع الحق، لأنني لم أظلمه لا لفظا ولا قولا ولا فعلا، وزملائه يشهدون. لن تصدق ماذا فعل وزير التربية والتعليم الجزائري عبد الحكيم بالعابد بعد طعن الأستاذة ريحانة بن شية. قال وزير التربية والتعليم عبد الحكيم بالعابد أنه سوف يحبس التلميذ الذي طعن الأستاذة ريحانة بن شية، وسوف يحبس أسرته لأنها السبب في أن يفعل ذلك، وهي لم تربيه أصلا، وإن شاء الله القانون سيجري معهم لأن والده ما رباهوش أصلا، علشان لو كان رباه ما كانش هيعمل كده. إحنا دلوقتي هنحبسهم في السجن، ولما يجي الكادي سوف نقول له اللي حصل والحكايات، وإن شاء الله ياخدوا عدام لأنهم هما السبب، وكانوا سوف يقتلوا الأستاذة ريحانة بن شية، وهم لازم يكونوا عبرة لغيرهم حتى لا يتكرر هذا الموقف مرة أخرى. ما رأيك أنت في قرار وزير التربية والتعليم عبد الحكيم بالعابد؟ اهدر بزاف في التعليقات. سلام. بشرك لباس؟ لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. راكي تجاوزتي مرحلة الخطر، راكي لاباس عليك. البارح الطبيب تاعك اللي دار لك العمليه هضرت معاه في الليل، كنت نتبع وخبرني باللي باش قضيت ايامات ان شاء الله، قضيت ايامات ان شاء الله تبراي وترجعي للخدمه تاعك، ودوكش تحسي في راحتك. على بالي على بالي بطبيعه الحال. الحمد لله. رايحه بن شية، تفاصيل مروعه في قصة غرس تلميذ خنجرة في ظهر معلمته. ضجة واسعة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي فيها الجزائر بسبب واقعة طعن تلميذ لمعلمته ريحانة بن شية في الظهر. وأقدم تلميذ قاصر يدرس في المرحلة المتوسطة بمدرسة الشهيد عمار السعيد في الجزائر على طعن معلمته بعد ساعات من توعده بقتلها. ونقلت وسائل إعلامية محلية جزائرية تفاصيل القصة المرعبة، حيث طردت ريحانة بن شية التلميذ من الفصل بسبب سلوكه المشاغب، فهددها بالقتل. وبعدها بساعات رصدت المعلمة في أثناء خروجها من المدرسة، فقفز من السور الخلفي للمدرسة وطعنها في الظهر. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لإصابة المعلمة الخطيرة، فضلا عن صور للحظة تلقيها الطعنة. ونقلت المعلمة إلى المستشفى وخضعت لجراحة دقيقة لإخراج السكين، وسلم والد المتهم نجله للسلطات الجزائرية بعدما كشفت الجهات الأمنية من تحرياتها عن التلميذ، حيث تمكنت من ضبطه وفتح تحقيق معه لكشف أسباب الجريمة. وانتقل وزير التربية الوطنية في الجزائر عبد الحكيم بالعابد
إلى ولاية باتنا من أجل الإطمئنان على صحة الأستاذة ريحانة. واتجه وزير التربية إلى مقر ولاية باتنا، وكان في استقباله والي الولاية ومختلف السلطات المحلية قبل التنقل إلى المستشفى الجامعي. ونجح فريق طبي بمستشفى باتنا في إخراج الخنجر من ظهر ريحانة، وفقا لوسائل إعلام محلية جزائرية وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تفاصيل الجريمة، مطالبين بتوقيع أقصى عقوبة على الطالب وتوجيه أسرته. وقال حساب حمل اسم شافي على تويتر: جريمة نكراء تمس أستاذة اللغة العربية ريحانة في متوسطة تاكسلاند ولاية باتنا. الجاني تلميذ تعمد غرس سكينة في ظهر الضحية استنكار وذهول. لما وصل إليه حل الأستاذ بعد التفشي المذهل للمهلوسات في صفوف التلاميذ، نطالب أصحاب القرار بإصلاح شامل لمنظومة التربية. وكتب حساب يدعى زهير: تم نقل الأستاذة بنشيخة ريحانة المعتدى عليها بخنجر منطرف تلميذ من مستشفى ناقوس إلى المستشفى الجامعي بباتنا، ومنها بطائرة مروحية إلى قسنطينة. وضعها الصحي معقد، لم يتم نزع الخنجر من ظهرها بعد دعواتكم لها بالشفاء العاجل. التعليق ده يا جماعة قبل ما يحوش الخنجر من ظهرها. وكتب أيضا حساب يدعى نعمة: نتمنى من الجميع الدعاء للأستاذة الفاضلة ريحانة التي طعنت غدرا في مؤسسة تربوية من طرف تلميذها الذي أعاد السنة 5 مرات. يا رب اشفها والبسها ثوب الصحة والعافية، واعدها إلى أهلها سالمة. وطعنها بالسلاح الأبيض بمتوسطة تاكسلاند على يد إحدى تلاميذها زي ما قلنا لكم يا جماعة. وقال وزير التعليم الجزائري عبد الحكيم بالعابد أن الأستاذة التي تعرضت لطعنة خنجر على يد تلميذها ستكون بخير، معلنا فتح تحقيق في الحادثة التي شغلت الرأي العام منذ يومين. بالعابد الذي وصف الحادثة بالشنيعة والشاذة كشف في تصريح صحفي أن وزارته أمرت بفتح تحقيق في ملابسات القضية. إلى ذلك طمأن الوزير الجزائريين حول الحالة الصحية للضحية، بينما أكد الفريق الطبي الذي تكفل بها أن حالتها مستقرة وأنه تمكن من إزالة الخنجر مباشرة بعد وصولها. يذكر أن وكيل الجمهورية لدى محكمة ناقوس أعطى تفاصيل الحادثة في بيان تناقلته وسائل الإعلام المحلية. وجاء في البيان حسب صحيفة الشروق المحلية أن الوقائع تعود إلى حوالي الساعة 10 من صباح الأربعاء، حيث قامت الضحية باستقبال ولي التلميذ بعد استدعائه بسبب سلوكه، وفي حدود منتصف النهار أثناء فترة الراحة وبساحة المؤسسة تقدم المشتبه به من الخلف بينما كانت الأستاذة أمام مكتب الإدارة، وقام بطعنها في الظهر بواسطة خنجر ذو مقبض خشبي ولاذ بالفرار. أثارت الحادثة الشارع الجزائري، حيث استنكر كثيرون العنف الذي يتفشى بالمدارس الجزائرية، بينما تناقلت صفحات على منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع صورا كيلة أنها لمشرف تربوي بولاية بومرداس القريبة من العاصمة تعرض هو الآخر للاعتداء على يد مجهول ولم يتسن لموقع الحرة، وعلق النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على الحادثة. منهم من حمل الإدارة المسؤولية ومنهم من حملها للولاية. في خضون ذلك تضامن جزائريون مع المعلمين بينما تزداد حوادث الاعتداء عليهم في مختلف الأطوار. وفي أول ظهور لها كشفت الأستاذة ريحانة
عن حالتها وقالت انها متعبة من مضاعفات العملية غير انها بخير حاليا وحالتها مستقرة خاصة بعد نزع الخنجر من ظهرها داعية كل الجزائريين الى الدعاء لها من اجل التماسل للشفاء ومواصلة مشوارها التعليمي. واجرى والي وهران بتنا محمد بن مالك زيارة اطمئنان على الاستاذة رفقة كل من رئيس المجلس الشعبي الولائي واعضاء اللجنة الامنية ونشر عدنان شية شقيق الاستاذة تدوينة كشف فيها بان الجراحة التي اجرتها ريحانة ناجحة مؤكدا بان اخته بخير. وبكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى ان اكون وصلت لكم المعلومات التي كنتم تريدون معرفتها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.